فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. نعم، لما فتح المسلمون بيت المقدس في خلافة عمر رضي الله عنه، اشترط النصارى من هم في بيت المقدس أو في القدس أن يحضر عمر ليستلمه منهم. فذهب عمر رضي الله عنه من المدينة إلى الشام لأجل أن يستلم بيت المقدس من النصارى، ثم استلمه منهم رضي الله عنه، صار في حوزة المسلمين، وهو من الأصل إنما يكون للمسلمين في كل زمان، المساجد للمسلمين. والله جل وعلا يقول: وهم يصدون عن المسجد الحرام، وما يعني المشركين، وما كانوا أولياءه، إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. ويقول جل وعلا: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فالمساجد والبقاع المقدسة تكون للمسلمين في كل زمان، قبل الرسول صلى الله عليه وسلم وبعده، هي للمسلمين، كما قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فالله جل وعلا أخذ بيت المقدس من النصارى الكفار ووضعه في يد المسلمين لأنهم أهله. قال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. فهي ليست لهم، وإنما هي للمسلمين، والولاية على المساجد وعلى المقدسات الإلهية إنما تكون للمسلمين في كل زمان. وبعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم صارت للمسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فرجعت إليهم في عهد عمر رضي الله عنه.